لزميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي والمتواجد بجانب قاعة اجتماعات مجلس إدارة النادي الأهلي، وفي اجتماع مهم جدا لمجلس الإدارة النهاردة للحديث عن بعض الأمور الإدارية الهامة جدا وفيما يتعلق بالجانب الإنشائي، الجانب الرياضي، وتجديد لبعض مديري الإدارات في النادي الأهلي. اجتماع هام في الحقيقة النهاردة. خلينا نروح للشريف. يا شريف، مساء الخير عليك. حضرتك يا زميل امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما اتفضلت وقلت، فعلا انا متواجد بجانب قاعه مجلس الاداره، قاعه الراحل العظيم الكابتن صالح سليم. من الان مجلس الاداره منعقد منذ حوالي نصف ساعه، طبعا برئاسه الاسطوره الكابتن محمود الخطيب، لمناقشه عده موضوعات، وعلى راسهم طبعا اعتماد الجمعيه العموميه السابقه المنتهيه منذ عده ايام، وعده ملفات رياضيه وعده ملفات انشائيه وملفات كثيره جدا مجلس الاداره بيناقشها الان برئاسه طبعا الكابتن محمود الخطيب. طيب، الاجتماع من المتوقع ان هو يستمر لحد امتى؟ وعايز اعرف منك كواليس في النادي، هل في اي حاجه جديده، حاجه حابب تقولها يا شريف مثلا؟ خليني اقول لك ان قبل الاجتماع مجلس الاداره طبعا كان لجنه الكوره منعقده مع او لجنه التخطيط منعقده مع الكابتن الخطيب، يمكن استمرت حوالي ساعه، يمكن حضر مدير الكوره هذه الجلسه الكابتن سيد عبد الحفيظ، ومن بعده كان في ايضا اجتماع ل طبعا رئاسه المركز الاعلامي للاستاذ جمال دبر، الاستاذ شريف فؤاد، الدكتور محمد العدل ايضا مع الكابتن محمود الخطيب، ومن بعده اجتماع مجلس الاداره. في مفاجاه النادي الاهلي بيجهزها بعد قليل، هيكون في نقل على الهواء من داخل النادي الاهلي، هتكون في مفاجات هتتوالى الفتره المقبله عبر شاشه قناه النادي الاهلي، في مفاجات طبعا هتسعد كل جماهير النادي الاهلي، فاحنا منتظرين النادي الاهلي يعلن عن هذه المفاجات عبر شاشتنا الجميله شاشه قناه النادي الاهلي. بعد قليل قد ايه يعني يا شريف؟ يعني تتكلم مش قبل الساعه 8 وانت طالع بقى. نتمنى كل التوفيق في كل الاحوال لمجلس اداره النادي الاهلي في اتخاذ القرارات المناسبه اللي تكون في صالح النادي بشكل كامل. يا شريف، انا بشكرك شكرا جزيلا. زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي، واللي قال لنا كل كواليس اجتماع مجلس اداره النادي.